السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترومغناطيس. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بربط غسالة الصحون كاندي بالهاتف. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. لنتابع الشرح. أولا نقوم بتحميل التطبيق الخاص بغسالة الصحون كاندي، سأضع لكم الرابط في الوصف أسفل هذا الفيديو. نقوم بتحميله، ننتظر قليلا حتى يتم تحميل التطبيق. بعدما قمنا بتحميل التطبيق نقوم بفتحه، ثم نتبع الخطوات التالية. نضغط على زر باس، هنا إذا أردنا أن نقوم بفتح حساب في هذا التطبيق نضغط على زر انسكريبشن، أما إذا كان لدينا حساب من قبل نضغط على زر كونيكسيون. أنا قمت بفتح حساب من قبل، سأضغط على زر كونيكسيون وأقوم بإدخال هذا الحساب الذي قمت بفتحه من قبل. هنا سأقوم بإدخال الحساب. ثم ننتظر قليلا. أضغط على زر أوتوريزي، ثم أضغط كذلك على الزر الأول. بعدها نقوم بالضغط على إضافة جهاز جديد، ثم نضغط على غسالة الصحون، ثم نختار. هنا سنقوم بإدخال التاريخ الذي قمنا بشراء الغسالة فيه بهذه الطريقة. هنا سنختار، سنقوم بفتح الباب الغسالة، ثم نقوم بإدخال الباركود موجود في جانب الغسالة كما نرى. نضغط التالي، ثم نقوم بفتح باب الغسالة، ونقوم بوضع الهاتف على الكود بار، ثم نضغط التالي. بعد ذلك نضغط التالي، ثم نتبع التعليمات أو الخطوات الموجودة لدينا في التطبيق. أولا نقوم بتشغيل الغسالة بهذه الطريقة، بعدها نضغط مطولا لمدة 3 ثواني على زر بي أي بروغرام بهذه الطريقة لمدة 3 ثواني. بعدها نقوم بالضغط على زر تأخير التشغيل بهذه الطريقة لمدة 3 ثواني كذلك. ننتظر قليلا، ثم نقوم بإدخال كود الواي فاي لدينا في المنزل. نضغط التالي، ننتظر قليلا حتى يتم ربط الهاتف بالغسالة. كما نرى الربط قد تم بين الغسالة والهاتف. نضغط على هذا الزر، كما نرى فالغسالة ظهرت لدينا في التطبيق. الآن سوف نقوم بتشغيل التطبيق. هنا نجد جميع البرامج الموجودة في الغسالة، كما نرى جميع البرامج موجودة. أنا سأختار برنامج ليلي، ثم سأختار الخصائص الموجودة مع البرنامج، ثم أضغط على زر ديماري. كما نرى فالغسالة اشتغلت الآن.
بعدها سأقوم بإلغاء البرنامج، نضغط على زر أريت. كما نرى الغسالة قامت بإلغاء البرنامج. مثلا سأختار خاصية ديبار ديفيري، تأخير تشغيل، سأقوم بضبطها من هنا كما نرى، ثم نضغط على زر ديماري وننتظر. كما نرى ظهرت لنا في الغسالة، ننتظر قليلا ثم سأقوم بإلغاء هذه العملية. قمنا بإلغائها. أما إذا أردنا أن نقوم بضبط درجة العسر، نقوم بالضغط على ثلاث نقاط موجودة في الأعلى، ثم هنا سنجد كيف نقوم بضبط درجة العسر. مثلا سنقوم بضبطها على 5 أو 6 أو 7، سنقوم بضبطها من هنا. هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو، سيكون فيديوهات أخرى إن شاء الله سنقوم بشرح فيها التطبيق جيدا. اليوم قمنا بربط الهاتف بالغسالة، في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سوف نشرح هذا التطبيق جيدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. إلى لقاء فيديو آخر إن شاء الله.